السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وصفات ناني التجميلية لسه مستمرة معاكم في وصفاتنا الطبيعية، وصفات للشعر والبشرة والجسم كله. النهاردة معانا وصفة جميلة جدا للشعر، شعر القصير اللي مش بيطلع، والشعر الهايش، والشعر المجعد. عندنا الوصفة دي ممتازة جدا. هناخد حبيتين من الريف، ونجيب نص كوباية مية، نص كوباية، ونحط عليهم حبيتين او ثلاثة من الريف. هندوب الريف في المية لما يدوب خالص، ننتظر عليه شوية كده لما يدوب. دوبنا الريفو لأول مرة يشوف قناتي، يعمل لي اشتراك في القناة وصفات ناني التجميلية، يعمل لي اشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وكل حديث. كده دوبنا الريفو خالص. معانا معلقة قرنفل مطحون، معلقة قرنفل مطحون، كل ده لازم ندوبه معاه بعضه. كمان معانا معلقة زنجبيل مطحون. الشعر هيطلع زي المجنون، مش عارف هو رايح فين ولا جاي منين، ومش هتلاحقي شعرك، ده هيبقى طويل جدا. الوصفة دي يا بنات جربوها، وصفة حلوة قوي، وصفة هايلة، الشعر هيطلع زي المجانين. دوبنا خالص كده، شوفوا ده ازاي. هنجيب مصفى ونصفي الخليط، نجيب مصفى كده ونصفي الخليط. صفينا الخليط خالص اهو، مفيهوش اي حاجة، اي شوائب. هنضيف عليه باكوين من الشامبو او معلقتين من الشامبو، شوفي اللي متاح عندك حطي منه. بيغذي الشعر وبيقويه وبيخليه ما شاء الله، يعني هتدعيلي. معلقتين من الشامبو او كيسين من الشامبو اللي موجود عندك حطي منه. هنقلبه بقى تقليبة حلوة جدا. الوصفة دي يا بنات كلها كده هتتغذى بالشعر، هنغذيها في شعرنا، هنحطها في بخاخة ونرش بيها الشعر كله من الجذور لحد الأطراف، وهنلفها ساعة وبعد كده نغسلها. هنعمل العملية دي كام مرة؟ 3 مرات في الأسبوع، وهنغسل شعرنا بالشامبو والبلسم، وهتشوفوا شعركم هيبقى شكله ايه. الوصفة دي ممتازة جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. صفينا كل حاجة، ما فيهاش اي حاجة اهي، صفيناها خالص. هنجيب بخاخة، هنجيب بخاخة كبيرة كده ونحط الخليط فيها. حطينا بالقمع اهو، هنا دي الخليط اهو شايفينه. هنفرق الشعر كله ونبخ عليه لغاية ما نخلص الخليط اهو. هنبخ على الشعر كده كله لحد ما يخلص الخليط اهو كده، ونرش على شعرنا وندعك
فروة الشعر. الخليط ده ممتاز جدا يا بنات، 3 مرات في الاسبوع، وكمان هنحطه على شعرنا حوالي ساعة ونلف الشعر، وبعد الساعة نغسل الشعر بالشامبو والبلسم. وقولولي رأيكم في التعليقات، لأن رأيكم بيهمني. ولسه مستمرين معاكم في وصفات ناني التجميلية، كلها وصفات طبيعية، وصفات للشعر، وصفات للبشرة، وصفات للصحة، كلها استنوني في وصفات تانية كتير.